ديما ملي كنسمعوا صانيا كنقولوا الدنيا هانيه. اليوم جبنا لكم صانيا الاكس ميل الاخوان، شوف معايا اللهم بارك. صانيا الاخرى الاكس ميل راه متواجده عندنا بكثره، الناس اللي بغاوها راه جاتنا بليلي، الناس اللي ما كيعرفوهاش لابيل كما كنعرفوا راه لابيل طالعه من الكيدون. بالنسبه طاطا سيكليس كتعرفوا عليه احسن ثمن والكادو. اليوم غنعطيكم كاسك كما قلنا اف اس جي دوبل فيزير غراتوي مع هذا الموتور. اي واحد خد عندنا صانيا الاكس ميل 2024 غادي ياخذ معاه كاسك اف اس جي غراتوي مع طاطا سيكليس. بالنسبه للموتور ديالنا ندوزو للموتور، كيجينا فول ليد كما كتشوف معايا، كيجيو فيه ليد بحال هكا العوينات هنا الفار والكود. ملي كطفي الضو كيبقى بحال هكا، بغيتي تشعل فيوز كتشعل هاد الضحيكه بوحدها وكيشعلوا معاه هادو. ملي كنطفيو السينيالات كيجيو على هاد الشكل هذا، ملي كطفي كتشعل غير الفيوز بوحدو، كتشعل هاد الضحيكه هادي ولي ليد. ملي كدير لي السينيال سواء درتي على اليمين بحال هكا، درتي على اليسار بحال هكا، كيتشونجا مع الفيوز. كدير كاط سينيال راه كيخدمو على هاد الديزاين هذا. بالنسبه للضوء كيجينا بحال هكا، درتي الفاركود هاد السيره معروفه الاخوان غير الناس اللي عارفين. لابيل كيما قلنا راه لابيل صحيحه، متخافش منها انها تهرس لك بحال هاد لافيراي اللي كاين دايرينها جاج، دايرها بلاستيك والكيدون ديالها والكرينات ديالها طالعين من الكيدون. يعني اغلبيه ديال الناس شرا واحد الموتور بلا ما نهضرو عليه كتحسب لابيل، ها هو موتور ناضي لابيل ديالو اوريجينال. المرايات كان فيهم واحد المشكل انهم كانوا كبار، راه صغروهم باش على حساب جاو على حساب الكاشمانات، وكذلك تقدر تطلعهم بحال هكا اولا تقلبهم وتدورهم كيجيو طوال على حساب انت الشكل اللي بغيتي في الموتور. غير هما كانوا كبار خارجين، اغلبيه ديال الناس كيكون مثلا كيبغي يدخل الموتور ديالو مع الباب ولا شي حاجه كيتهرسوا ليه، راه تشونجا ولاو صغار. لي كاشمان اوريجينال، فران ديسك القدام كما كتشوف معايا بالكاش ديالو، واللور تا هو راه فيه فران ديسك تا هو ديسك. بالنسبه للجوانت راجعوا شويه لصحاح الاولين كما كتشوف معايا، الرويد راه معروفين 17 القدام 250 و17 275 اللور. بالنسبه للماكينه راه كتجينا الجروب ديالها 110 سيلندرو كيلاص لي سايكون، كوب كورو راه فيها في البيكي. دير لها امر ملي كتهبط البيكي ديال الجن باش ما تنساش، راه اوتوماتيك ملي كتهبطو كيسكت الموتور ما يديماريش ليك. ملي كتطلع البيكي كيديماري عادي. بالنسبه للكونتور كيجينا بحال هكا كيتافيشا فيه درجه الحراره، بالنسبه للساعه هي راه كتافيشا فيه السينيالات الفيتاسات برومي دوزيام بحال هكا كيما كتشوف معايا، برومين هنا دوزيام تروازيام كاتريام. ملي كتفراني وكتزيد كيرجع بامور، الكير هي هنايا الصاني هنا والتور بار مينوت والكيلومتر بشحال غادي. بالنسبة للطابلو ديالنا راه كيجينا على هذا الشكل، فيه الكات سينيال هنايا، هنا عندك الضو، هنا الكلاكسون، وهنا الفاركود، وهنا ستارتر على حساب الصباح، يعني إذا بغيتي ديمار ليك مع الصباح. هنا السينيالات. الموتور كيجينا بواحد لاسين اللي مريحه بزاف ومقسومه من هنايا على حسب دوزيام بلاصه باش ميبقاش يزلق عليك. هنا كذلك كتجينا التكاله بحال هكا، ومن الخلف ديال الموتور كيجينا على هذا الشكل هذا، تاهو فول ليد فيه لي ليد هنايا في التكايه. ملي كتفراني راه كتشعل تاهي مع الصوب، الصوب تاهو راه ليد لي سينيال ليد، وكيتراكسو تاهو مع الفيروج كما كتشوف معايا، والضو ديال البلاكه راه تاهو ليد. بالنسبه لي شابو راه جاتنا في الكحل كما كتشوف معايا، شافمو زدنا في الكاس ديالك حل مبقاش نجري اللي كان في 2020 2021. كوزبي راه كيتجمعو بحال هكا، بغيتي تجمعهم بغيتي تحلهم. كوزبي ديال القدام راه كيبقاو فيكس، هنا المانيفيل على حساب الا بغيتي ديماري يعني مانيال. وكذلك كيجينا تشارجور يو اس بي، تقدر تشارجي فيه التليفون ديالك، ها هو. والتليفون ديالك تقدر تحطو هنايا، هادي راه كتجينا بورت باجاج على هاد الشكل هذا. هذا هو الموتور ديالنا الاخوان. بالنسبة للكولور اللي فيه راه فيه نوار دريو، وفيه نوار مات اللي هو هذا، وفيه حتى الجريناردو اللي هو هذا. هذا هو الجريناردو، يعني فيه ثلاثه ديال الالوان، الجريناردو البلاك مات والنوار بريو. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو عندنا مرحبا بكم، حنا راه متواجدين في سيدي مومن، هذا المقبره ديال سيدي مومن ومستشفى سيدي مومن. نخلي لكم نمرة التليفون، اي واحد بغى شي تساؤل بغى يعرف شي حاجه ما كاينش مشكل تواصلوا معنا. مرحبا بكم، تحيه لكم ومرحبا بكم جميعا.